بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم يا شعبي وأهلي، ورحمة الله وبركاته. بورك مساءكم بفضل الله، وبوركت هذه الجنود الجبارة بنصرة الدين وعن الشعب. لكم يا أحبتي بكم رسالة رقيقة، بإذن الله لا تحتاجونها، لكن الفكرة تنفع المؤمنين. خلكم من مذهبكم العقول والقلوب، خلكم من مذهبكم الزين العديد، مو فقط من اسم الشيعي تصير شيعي. قول وتعالوا دروب حبب العالم، وخلهم يعرفون شنو الشيعي وشنو هذا الشعور. لا تهم كم المدافع، انت بس شيء لا تنحب الله. ورسالة من يظن بأن العقائد شيكات مفتوحة له أن يضع بها ما يشاء من أفكار ومعتقدات، ولمن لا يزال في عصر المنصورية. لا تعرفني الديانة، لا تعرفني العهد، خلني أمتاز صفاتي بالخيانة، بالوعد، بالكسل، بالقوة، بالحب، بالسماح أو بالحقد. ارتقي بفكرك، ترانا في زمن فكره صعب، مو سهل تقدر تغير ديني يا عمي التعب. لو ممكن جابيلا استغنى عن أحد، إن أحد قيم الناس وجهتهم، مو تسقط المعتقد. أنا لن أبوح بكل المعتقدات، فالشعر قلبي والنداء لغاتي، لكن سأخذ المسامير صرختي على السبات وهز الصرخات. وطني كتاب لو بحثت سطوره دفعته بالذكر والآيات، ولم احتضان الحسين أطوفه سبعا على الزاحمات. إذا ما ازدحمت وجهات هذه البلاد، عقائد ومناهج متفرعات حرة الأصوات. فكما يحرر هتك حرمة موحدة الدين أيا كان، وأناتي محرم تحريفه في منهجي، حاشا إنجيز المسلمين. وصف السياسات الحكيمة جهدها لا دخل للأفكار، واللهجات ارقوا قليلا بالنسوخ، تحضروا الجهل يفنينا بشرح ممات. شبابنا يتمايزون بعقلهم، لا يفرزون بدينهم بفئات. يا للعقول شبابنا طاقاتنا طرت السماء بتلك الصفحات. هذا الشباب الغرب هذه روحه، اي ظن يمكن في الهروب دوات. هذه المناهج كم تطاول حرفها، كم حاولت محوا بكل صفاتي منذ الطفوله لقبوله سعيها. سدت بابا ان تعيق ثباتي، تمويهها للعاقلين سذاجة، منهاجها دأب قديم عاتي. الراسخون بحب آل محمد لا ينثنون بفكرة الطبقات، والظلم لا يكفي ليمسح فكرة الحرية السمحاء. بالراحات لا يستطيع الحق يذب الوقت، ديني خيار أو حق في ذاتي. لا تسرقوا قلم ولا كتب ولا